أهلا وسهلا فيكم بقناتي تعليم التركية بسهولة. طيب، اليوم رح نحكي عن الكلمات والجمل المستخدمة في المشفى، يعني الكلمات أو الجمل اللي ممكن نواجهها بقلب المستشفى، سواء من الدكتور أو سواء إذا بدنا نقرأ اللوائح اللي موجودة. فاليوم رح ناخذ بعض الكلمات وبعض الجمل المستخدمة. طيب خلونا نشوف أول شي. شو في عنا كلمات؟ عنا أول كلمة اللي هي هاستهاني 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 هاستهاني. شوي حرف اله ما بنلفظه بهاي الكلمة، فبالتالي هاستهاني هاستهاني يعني مشفى. طيب جيريش 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 يعني مدخل. باركود 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 اللي هو بيكون موجود على ورقة الدور اللي بيعطونا إياها أو على ورقة التحليل، حتى نقدر نشوف التحليل من خلال الباركود اللي محطوط عليها. طيب بانكو 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 اللي هي الطاولة اللي بيكون قاعدين عليها الموظفين عم يعطونا دور لحتى نتعاين. دانشما 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 هي الاستعلامات. أول ما نفوت على المستشفى إذا بدنا نسأل على شيء أو على كلمة أو يعني على أي مكان، فبالتالي بنروح على دانشما الاستعلامات وبنسأل هون. طيب الكلمة اللي بعدها نمرة تور نمرة تور نمرة تور نمرة تور نوماراتور نوماراتور ماكينة الدور اللي بتعطينا رقم لحتى نوقف بالدور نروح نسجل مشان المعاينة. صرا 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 يعني دور. طيب بوليك لينيك بوليك لينيك بوليك لينيك بوليك لينيك يعني العيادة. آجل 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 يعني إسعاف أو معنى إنه شيء مستعجل. معاينة 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 يعني معاينة. طيب كان فارمي كان فارمي كان فارمي يعني اعطاء الدم. وقت بدنا نعطي دم بنشوف وين مكتوب كان فارمي بنروح عليها. كان الما كان الما كان الما يعني اخذ دم. طيب بنجي عنا كلمات تانية. عنا دوبلر 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 دوب لار دوب لار دوب لار يعني دوبلار. طيب اندوسكوبي 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 اللي هو التنظير، مثلا بنقول ميده اندوسكوبي يعني تنظير المعده. طيب رونت جان رونت جان رونت جان رونت جان رونتجان يعني أشعة سينية. ميري بيختصروها اختصار لكلمة رنين مغناطيسي، إما منشوفها بالمشفى على شكل ميري أو منشوفها على شكل إيمار إيمار إيمار. طيب الكلمة اللي بعدها أولتراسون 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 يعني الموجات فوق الصوتية. توموغرافي 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 يعني الأشعة المقطعية. ماموغرافي 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 يعني تصوير الشعاع إلى الثدي. وعندنا سونوتش 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 بمعنى نتيجة. هاي كانت عنا بعض الكلمات، هلا بدنا نشوف بعض الجمل اللي ممكن نحكيها ونقولها للدكتور.
Şu an ne oval cümle? Burası acıyor. Burası acıyor. Burası acıyor. Burası acıyor yani هون عم يوجعني من أشرع مكان الوجع ومن إلو burası acıyor. إذا كان عنا وجع كتير شو من إلو؟ Burada çok ağrım var. Burada çok ağrım var. يعني عندي وجع كتير بهالمنطقة من أشر عليها ومن إلو burada çok ağrım var. طيب. Kan vermek istiyorum. Kan vermek istiyorum. Kan vermek istiyorum. بدي أعطي دم. طيب إذا حرارتنا مرتفعة شو منقول؟ منقول yüksek ateşim var. Yüksek ateşim var. Yüksek ateşim var. طيب İshalim var. İshalim var. İshalim var. Yani عندي إسهال. Kabız oldum. Kabız oldum. Kabız oldum. Kabız oldum yani عندي إمساك. Öksürüyorum. 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 Öksürüyorum yani عم بسأل عندي سهلة. Bacağım burkuldu. Kuldu. Bacağım burkuldu. Bacağım burkuldu. Bacağım burkuldu. Yani iltevet icra. Tayyip. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Yani am yujani rasi. Ve ise bedi ul daykha ou dayk rasi fi dokha. Şu men ul? Başım dönüyor. Başım dönüyor. Tayyip. Uyuyamıyorum. 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 Yani la astatiye ennam. Ma am bi'der nam. Tayyip. Ba'da. Şufi anna. Anna. Düştüm. 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 Düştüm yani وقعت. Dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor yani سني أو درسي عم يوجعني. نقطة 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 كيستم. مثلا إذا جرحنا إيدينا ونحن مثلا عم نطبخ عم نعمل شغلة فشو منقول؟ منقول اللي مي كيستم أو أي شيء مثلا إذا إجرينا جرحناها أو إصبعنا منحط الكلمة ومنقول كيستم. كيستم. طيب نريدان جيدبيليرم. نريدان جيدبيليرم. نريدان جيدبيليرم من وين بروح؟ من وين بقدر روح؟ مثلا إذا بدي أسأل بقول من وين بقدر روح؟ نريدان جيدبيليرم. طيب عنا جمال ممكن نسمعها من الدكتور اللي هي ne yediniz. Ne yediniz. Ne yediniz يعني شو أكلتو أو شو أكلت. Derin nefes alın. Derin nefes alın يعني خد نفس عميق. وإذا بده يقول لنا عطي نفس عميق شو بيقلنا؟ Derin nefes verin. Derin nefes verin. طيب الجملة اللي بعدها. Burası acıyor mu? Burası acıyor mu? يعني عم يوجعك هون؟ بيأشر لنا على المكان وبيقلنا Burası acıyor mu? Burası acıyor mu? طيب الجملة اللي بعدها. Ağzınızı açın lütfen. Ağzınızı açın lütfen. Ağzınızı açın lütfen yani افتح فمك من فضلك. Dilinizi çıkarın. Dilinizi çıkarın. Dilinizi çıkarın yani طالع لسانك او مد لسانك. Bir
Hafta sonra tekrar gelin. Bir hafta sonra tekrar gelin. Bir hafta sonra tekrar gelin. Yani تعال بعد أسبوع. طيب هون عندنا حطيت لكم نقطة نقطة نقطة. كلمسي gerekiyor. يعني بيقلنا لازم تصور مثلا إجريك إيديك أو مثلا بيقلنا أشعة صوتية رنين مغناطيسي هدول كلهم بيقلنا إياها بالأول مثل أخذناهم قبل شوي وبيقلنا كلمسي gerekiyor. كلمسي gerekiyor. طيب الجملة اللي بعدها birkaç gün istirahat edin. Birkaç gün istirahat edin. Birkaç gün istirahat edin. Yani istirih la müddet kim yom. Alt kata in. Alt kata in. Yani nzel ala tabi el tahtani. Üst kata çık. Üst kata çık. يعني اطلع على الطابع الفوقاني. وهيك بيكون انتهى درسنا لليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالدرس ويكون فدتكم ببعض الكلمات والجمل. اذا استمتعتوا بالدرس وعجبكم الدرس بتمنى تعملوا لي لايك واسمع اعجابكم بتعليق ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. بتمنى لكم التوفيق جميعا. هوش تشاكالن.